عليكم ومرحبا بكم في قناة شيماء بيوتي. اليوم جبت لكم طريقة تحضير البسطيلة بالحوت. كنحتاجو ليها تقريبا خديت 3 البصلات مشلضين، القمرون سلقناه والفرخ فورته مع شوية الكلامر فورته، كنحتاجو الهريسة الربيع والعطرية ديال البسطيلة اللي كنلقاوها عند العطار، من الفطر الأبيض الفطر الأسود. نحتاجو نصف كأس ديال الحامض وصوص صوجة. صوص صوجة غنبداو بسم الله. نشحرو البصلة ديالنا، كنزيد عليها شوية الربيع، كنخليوها حتى تهبط من البصلة. قطعناها طريفة صغيرين، زيدو شوية ديال الملحة، نبقاو نحركو حتى بدا تهبط لينا البصلة مزيان. من بعد غنضيف الكلامة اللي قطعتو طرف صغار من بعد ما فورتو بشوية الحامض، ونزيد الفرخ، ونكب نصف كأس ديال الحامض. نضيف القمرون، نزيد شوية الربيع، نضيف عليهم الشامبينيون نوار، ونبقى نخلط حتى يندمج ليا الخليط ديالي مزيان. من بعد غنضيف العطرية ديال البسطيلة ديالنا اللي خديتها قلت لكم من العطار، كتكون موجودة، ونزيد شوية الهريسة. اختيارية، يمكن اللي بغى يعز عليه الحرور في الهري في البسطيلة يديرها، اللي معش ليه وادك. انا زدت الفطر الابيض ديالي ومخلط كل شيء طيب مفور، ونزيد صوص صوجة ونبدا نخلط بشوية بشوية. نبداو نكبو شوية بشوية صوص صوجة حتى تندمج لينا. تقريبا كندير جوج معالق كبار ديال الصوجة العاقدة. درت الفيرميسيل، كبيت عليها الماء ديال القمرون اللي سلقتو فيها. غنرجعو باش نشوفو طريقة تحضير. خدينا الفيرميسيل اللي قطعناها ودرنا فيها الماء ديال القمرون، كنضيفو عليها الخليط اللي طيبناه، كنضيف الخليط، نضيف الخليط ونرجعو باش نشوفو. غناخد السيركل ديالي، تقدرو ديروها حتى بالجبانية. كناخد السيركل ديالي، كنحط فيه الورقة، كندهنو، كنبدا نحط لافاغس ديالي، ونبدا ندهن الجناب، من بعد كنجمعوها على هاد الطريق. كنحاولو نشكلو بحال الوريضة. البانية غنحطو فيها الورقة بحال هكدا، وندهنو الورقة، ونحطو لافاغ الزان،
وندهنوا الجوانب بالورقه. ونبداو نسدو بهذه الطريقه. كنسال نسدوها ونزيدوها عليها شويه الزيت والزبده اللي ذوبناه، كتجي على هذا الشكل. غنكمل البساط ديالي باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البساط. كما خرجنا البساط ديالنا من الفران كيجيو على هذا الشكل، كنقدموهم على هذا الشكل. كنتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومونتير الى عجبكم الفيديو. شكرا.